بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين ليوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا الحلقات دروس الإنجليزية النهاردة إن شاء الله الحلقة الأولى فيه قراءة الترم الأول، وأنا طبعا مش هشم الإنجليزي ومارك إن شاء الله هنتحل الامتحان كله، مش في حاجة، ومنشن تكتب الموضوع ينشن كويس جدا. طبعا خليك معايا واشترك في قناتي، فعل الجرس، صافي من الكل، صافي من الجديد. أوكي، بما إن مصر غالية ننشر الكلام ده بين الناس وأنا منتفع بيه. إزاي مثلا من لايك الفيديو على أكبر عدد ممكن نعمل لايك وشير واشتراك وجرس وكل. لا رأيك نبدأ؟ شو طبعا وقعت لهم جمال، أهم حاجة هي ورك بوك، ما فيش منهم تحب يا لازم يوم الامتحان. شو ذا كريت أنسر فروم أي بي سي أور دي نمبر 1 يو ريفايز فور ذا إكزام إتس ماي أدفايس. أنا ريفايز طبعا يراجع، عارفين أدفايس نصيحة، عارفين كلنا ده نصيب بينصحني إن أنا راجع عامل رايح الامتحان. فالضجة الشاسعة تستخدم فيها أيضا الرايت يسود يا ستودنت، قصدي ضروري قصدي ممنوع، نصيحة يجب أن تفعل أو يجب أن تفعل يسود يا ستودنت نقطة أدفايس يسود يا ستودنت. طب ده حاجة يبقى لازم يبقى يجب يروح يا أولاد، واضح كده طبعا بقت إيه بقت شود. أوكي أدفايس شود أو وات تو إن أنت عاوز تو. أوكي يبقى should advise for the exam it's my advice. Number two, you spend much time watching TV. It's a waste of time. And waste of time معناها ايه؟ waste of time معناها مضيعة للوقت. يبقى شوف انا ما تشوفش. لما ما تشوفش والحل ايه؟ يبقى shouldn't. نصيحة انك ما تشوفش يبقى you shouldn't. فأنا ماست دي ضرورة لازم يجب أن نعمل كان يستطيع should shouldn't دون نصيحة advice. طيب you spend much time watching TV دي it's a waste of time ده الوقت يبقى ده shouldn't spend much time watching TV دي it's a waste of time. Number three, what I do to be better at English. أو حسن الإنجليزي أعمل إيه؟ أبقى أفضل يعني بيتر. I will advise you to practice more English، تمارسه كتير. Advise برضه ده الفعل، ليس ده الفعل، بس ده الاسم. لا ينصح، أنصحك. برضه هختار إيه؟ شو ده أو شودنت؟ ده مفيش أنا إيه؟ مفيش مي شودنت. الوحيد الموجود إيه؟ وده شود. مش كده؟ أو ماست. لما يوشد أنا نمبر فور عفوا it's you should take some rest تاخد راحة it's a should one دي نصيحة بس ضروري دي ضروري دي must برضو ضرورة عندي يبقى advisable advisable ينصح بيه اللي ينصح بيه. طيب take more rest طب some rest استراح شوية يبقى ده نصيحة تمام يبقى دي advisable يبقى دي should advisable دي معناها should in advisable shouldn't يعني نمبر بي نمبر دي من دول antonyms opposites عكس بعض advisable should in advisable shouldn't يبقى it's advisable you should take some rest. Number five, she should the doctor's advice نصيحة الدكتور. بعد شو دي يا ولد مصدر صح كده should مصدر فين المصدر هنا الاختيارات دي كور فيها كده انا معاكم اهو طبعا فولو ده مضارع عليه اس ما ينفعش بعد شود وده ماضي ما ينفعش برضه شود ولا جيرند الشود ها انفنتيف مصدر
يبقى شود فولو دكتورز ادفايس، يعني يمشي على نصيحة الدكتور. نمبر 6، يو ريد ذس نيو ستوري، تقرا هذه القصة اللي هي الجديدة. اتس ريكومندد، ده موصى بيه. طيب يوصلني ان اقرا القصة الجديدة دي، يبقى ده ايه؟ ينصحني بنفس الشغلانة، يبقى يو شود. نمبر 7، بليز تيل مي وات اي شود دو اند دو، قول لي يجب اعمل ايه وايه تاني، ها وما اعملش ايه، صح كده؟ ما يجب نعمل قال يو شود او اي شود، مش كده؟ عايز برضه يبقى اي اند ايه اند شودنت، اعمل ايه وما اعملش ايه، يبقى وات اي شود اند شودنت دو. يا أولاد سهل. طب has to زي must، يجب، دي قدرة، كان يستطيع، must ممنوع، يبقى please tell me what I should and shouldn't do. Number 8, what should I to lose weight، أحس نفسي أخذ الوزن، أنزل الوزن شوية، what should I إيه؟ what should مصدر، what should I إيه؟ I do، ده سؤال صحيح بس برضه جنبها مصدر في جميع الأحوال. ما الفي جنبها مصدر، سؤال جنبها مصدر، سؤال جنبها مصدر. What should I do to lose weight؟ Number 9. I'm able to solve this problem. I'm able to and can. أقدر. This means أنا معناها I solve. أقدر أحل، أنا حلتها لكم كده. I'm able to، أستطيع يعني. Solve this problem. This means I can. أقدر. مش كده يا أولاد؟ This means I can. Number D. هي دي. يبقى I'm able to solve this problem. This means I can solve it. Number 10. It's useful to take this medicine. مفيد. الدواء ده مفيد. نحتاجه. You take it. تمام؟ برضه يا ولاد. بنصحه يبقى يشد مش شودنت، ده دواء يبقى لازم ياخده، يبقى شود، وده قصدي ضروري اخده، لازم اخده، مصن ممنوع، شودنت نصيحة ما اعملش، شود اعمل، ده مدسن وحرب يبقى ده شود. نمبر 11، your lessons well، بص ده فرق ايه بشكل جيد، وراجع، وراجع ده ايه بسم، أي فعل ناقص عارفينه؟ will would shall should can could may might must ought to، يبقى اسمها فعلية، فعل ناقص، ممكن مرة، كمان مرة، will would shall should can could may might must ought to، حاضرين كلنا. طيب أي فعل من دول؟ أبقى من الأسف هتريح، تكسر، تنظف، يبقى الفعل النظف زي ما هو جنبه بيه تصريف تالت، يبقى will study will be studied، أنا will be study my lessons، طب lessons will be studied، can drive يبقى can be driving. أوكي، أي فعل النظف الباسيف جنبه بيه تصريف تالت. طب دروس دي هتراجع نفسها ولا هنراجعها؟ تراجع ولا تقول راجع؟ لا تقول راجع بباسيف، صح كده؟ يبقى يو lessons or lessons طبعا should be revised، يجب أن تراجع، لو هنا يو بس، يو يبقى should revise، students طلبة should revise، we should revise، نحن lessons should be revised، يجب أن تراجع جيدا. أي طب number 12، it's a good idea you do more sports to keep fit، هذا رياضتك تعمل sports، وضع ده بيه قلنا بس وضع دي النصيحة، شو مش شدة مش موجودة، شو مش شدة اختيارات، مش شدة ده هعمل سبورتس، يبقى لازم اعمل النص عندي ايه؟ اوت اوت تو اوت نوت تو، اوت تو يا ولاد زي شوت بالظبط، قلنا فيها اوت نوت تو نصيحة برضه، زيهم برضه بيضع دي بيضع دي نصيحة، بس هو ده نصيحة
كده تمام. يو شود او شودنت ريكومند اعمل حاجه معينه، يبقى برضه شود مظبوط كده. بعد الجمله لازم شود زي تيك ميتس يوسفول. طب ده ده شود بط او شود بشود لازم اي او تو زي بالظبط او تو بيها. طيب هم سبورتس مور سبورتس ده ايه لازم يعمل بالحالة بتاع ايه او تو زي شود بالظبط. او تو دي زي شود بالظبط يا ولاد. يبقى ايه It's a good idea. You ought to do more sports to keep fit. طبعا دي لا يجب، ما ينفعش، ده سبورتس هنعملها. بص دي لا يجب. قول دي مش ما فيش جنبها تو، ما ينفعش. ما شو دي شو لوحدها. قول قول تو. نمبر 13. Are you right? Advise you to do more exercise. أنصحك إيه تعمل إيه؟ تمرينات كتير. شو المكان دي إيه؟ مكان غير ادفايز. عشان شو معناها ادفايز؟ أنصحك. أبدأ بي بيو. يبقى يو إيه؟ شو صح؟ وشو إيه؟ شو دو مور اكسرسايز. نمبر 2 يبقى يو يو عليه ذيس بوك. ودي نصيحة، نصيحة. يبقى يو شو ريد ذيس بوك. الثبات لا تسبند ماتش تايم واتش تي في. حاجة سريعة ابدأ بيو برضه شوت بس ايه منفية ده الوقت. يبقى يو شود سبند سو ماتش تايم واتشينج تي في. شود سبند ماتش تايم واتشينج تي في. نمبر 4 اتس ا جود ايديا يو فور يو تو جو تو بيد ايرلي. دي نصيحة برضه. يبقى ادفايز يو ايه انصحك بايه تو جو تو بيد ايرلي تنام بدري. نمبر 5 want to keep fit, what do you advise me to do? صار أعمل إيه؟ What should I, what should I do? تمام؟ طيب، number 6. You should avoid bad friends, تجنبهم. You shouldn't, ها؟ Or you should, إيه؟ Deal with bad friends. خاصة في ناس أشرار. طيب بعد كده عندنا تاني مقابلة عن سؤال برضه. We find out information about the monuments of Luxor at the information center. وهي في المعلومات الآثار طبعا. تور تورست تورست دي كلمات جرامر لفوق. تورزم تورز معناهم يا أولاد تور جولة سياحية. تورز سياحة فينا كلنا. تورزم السياحة. تورز يا أولاد سياحية. معلومات انفورميشن سنتر هذا إيه بقى؟ ها ما هي زي سياحة. أوكي يبقى تورز انفورميشن سنتر. نمبر 2 ذا بالاس از نيكست تو ذا بارك جنب الحديقة. ذا بالاس اي ستوب بلاتفورم فورت ستيشن. اسم شرطة البوليس اي من فاكر بوليس ستيشن مش كده اسم الشرطة مصدر الفضل. عرفت البوليس ستيشن اسم الشرطة مظبوط كده. از نيكست تو ذا بارك بورت طبعا ميناء. بلاتفورم وصيف محطة. ستوب محطة أتوبيس. محطة ستوب. يبقى the police station is next to the park. Number 3 you should snorkeling at your gather. تم الغوص في الغداء. Take, make, try, buy. تعمل صح كده. يبقى make snorkeling. طب make مش do. Number 4 tourists say so yeah like to scuba diving but host no time lose when they visit together برضو
شوت ميك، يعملوا نفس الحكاية. اي دايفنج نمبر 5. تورست لايف 2 different activities، أنشطة. when they visit شرم الشيخ، activities ميكولا دوها ما تاخدوه، activities شرحناها قبل كده، on activity و activities يبقى 12. يبقى tourist life 2 do different activities when they visit شرم الشيخ. number 6 young people like to go camping and stay at Yath. Yath شباب، مصر الشباب اسمه في يث هوستل. يث هوستل young people like to go camping and stay at the يث هوستل في مساكن الشباب. 7 would like to shopping with me، تروح تعمل يث ثو وانا هنا ايه go shopping، حافظينها في go shopping صح؟ هنجو تاني جو ها جو سويمينج وجو دايفينج قدام جو، يبقى would like to go shopping with me. number 8 I like music so much so I want to go to عايز اروح فين؟ عايز موسيقى، موسيقى عايز اروح ستاديوم، لايبراري، كافيه، كونسرت. ستاديوم استاد بتاع الكورة يتفرج على ماتش ولا حاجة، لما يتبقى يقرا كافيه يشرب قهوة أو شاي، يبقى ايه ناقص كونسرت، دي معناها حفل موسيقى. يا ولاد هات نسيان، ما انت مش نافعه، لو ناسي الكلمه معناها ايه؟ ما انت مش نافعه، عايز بيحب الموسيقى يبقى الاستاد ولا المكتب ولا القهوه، معناها ايه؟ صوته ايه؟ كونسرت. يعني ايه كونسرت؟ حفل موسيقى. انا بحب الميوزك، I like music so much so I want to go to a concert. number 9 do you belong to the park؟ عايزين ايه؟ حاجة جنبها انجي صح؟ مظبوط كده؟ طيب ما advise someone to do، بس حد انه يعمل advise someone to do مينفعش. طيب let مفعول مصدر، مش هو عندي جاد على طول، ask for someone to do بتقول انه يعمل حاجة، لا recommend جنبها جيران على طول، recommend جول نصحنا وصينا نروح البارك. نمبر 10 tourists prefer to buy، بفضلوا يشتروا to know information from معلومات about the places they visit، على الأماكن اللي هو زاروها. هيشتروا إيه يا ترى؟ نوت بوك، جايد بوك، رالي بوك، وكتاب طبعا، رالي مفكرة، نوت بوك كراسة. هيشتروا يا ترى؟ جايد بوك، كتاب إرشادي، جايد. Tourists prefer to buy a guide book to know information about the places they visit. Number 11. Suggest that Ali, suggest. ما سجلت جرم، لأن يجي جنبها على طول. ما سجلت جنبها فعلا زي علي كده. بعدها إيه؟ مصدر أو شو مصدر. مرة تاني، suggest جرم. suggest فاعل اسمه او ضمير يعني، مدعوم مصدر او تو مصدر. هنروح في اليونت موجود في الشرح بتاعنا، عنده اليونت بتاعتي مشترك على اليونت في الشرح ده، يونت 1 مش مشترك اشترك حالا وانت قاعد ما تكسلش اشتراك، ونفعل الجرس وتكنت كل وزارة اللي عندك، شوف فيها الكلام ده كله بالنص. وطبعا احنا صورة غالية مش علم للناس وانتفع بيه، يعني نعمل لايك شير للفيديو، وتكسر برضه اشترك واعمل لايك، اشترك الجرس كله وبعدين اعمل لايك وشير للفيديو في ثانية واحدة كده. اوكي سجلت علي بقى، عايزين مصدر اخده مصدر موجود، مين موجود ايه؟ نمبر بي جبايز طبعا، دي مرور عليه اس بريزنت ذا باست دي فيوتشر، عايز انفينيتيف يبقى ريفايز، يبقى سجلت علي ريفايز او شود ريفايز. نمبر 12 ليتس جو باي ذا نايل، نروح النيل. اجو يعني دلوقتي جو سويمينج، جو شوبينج صح، جو دايفينج، طب الووك ايوه
جو ايه اسمها في جو فور ممكن انت مشيت تتمشى في جو فور برضه النصح ده اللي في النوت بتاعها وراها تاني This go for walking by the Nile. والولاد هنفهمها تبص في النقاط أشرح لك تاني معنى إيه. طيب حاجات في comprehension. أنا فيها يا مستر نروح مرة على فكرة عامة المعنى الإجمالي ما تترجمش كلمة أنت بتعرف. أنا مرة مش جملة جملة يعني الأمر الأول نقف في الرعامة نقرأ الأسئلة اللي مش مطلوب فيها إيه وبعدين نقراها مرة تانية زي من جمل جملة جملة ونحل الأسئلة وأنا بنقرأ نطلع إجابات الأسئلة. طب ده توقع من الجواب. Dear Salma, I'm so happy to hear that you and your family are visiting Bournemouth in England soon. مدينة في إنجلترا أو حتى في إنجلترا بزوز فيها. All the hotels there are very modern and comfortable. حديثة مريحة. You can find information about them at the Tourist Information Center. ده من إيه؟ معلومات عنهم عن إيه؟ أيوة من الأول كده. خلاص بقى أسأل عن سؤال. أيوة معلومات عن إيه؟ الهوتيلز فنادق مش كده؟ ميادين فيها على طول إيه؟ Bournemouth next to the sea اللي هو البحر and has a beautiful beach. When it's windy يوم يكون العاصفة فيها كتير يعني should definitely بالتأكيد certainly go windsurfing. يعمل ايه windsurfing؟ مركبة سرعة تمشي بيها وتتحرك بسرعة في المركبة وانت ماشي اسمها windsurfing. Take a coat بلطو ومعطف and jumper وسويتر when you go to Bournemouth. It can be cold ببرد and rainy ممطرة even in summer حتى في الصيف. When it's sunny يوم الشمس shouldn't go to the beach ما تروحش البلاج in the afternoon بعد الظهر. Everyone goes then it's best to go to the beach early in the morning in the wet and sweet which suit البردة بتاعتي تمتص المية. The sea is always cold واحدة مش الوقت برد. هاي هو قلت لك تايم وقت سعيد كاترين اللي بعت الجواب ده للأخ الأخت سلمى. أوكي الأسئلة Where is Bournemouth؟ أين؟ موجودة فين؟ طلع كده بالقطع قلنا جنب البحر أو في لندن أهي إن لندن أو إنجلند. بس الإجابة صح انجلند. ايه يا ولد؟ تمام مظبوط. او نكس تو ذا سي وليمون البحر بس طبعا افضل انجلند انجلترا. نمبر 2 What clothes should Salma take and why؟ بلاش تاخدها. طب نشوف كده يلا هتطلع معايا كده تلاقي الحل. كوت ده تفاؤل أو جاكيت دي حاجة مظبوط. إيه تاني؟ إذا أنا ولاد معايا كده يلا طيب هو مش موجود الكوت الجاكيت يعني يا ولد ايوه في سوت ويت سوت او سوت بس بدله حاجه تانيه اهي يبقى كوت وسوت وجمبر كوت عندها جمبر وكمان صوت في الآخر دي اللي خلاص هتحصل معاها. اوكي تمام. نمبر 3 What do you think squatter why do you think squatter on the beach in the morning
الجو بيبقى هادي في البحر الصبح، السبب؟ بس الصبح بيبقى صني، مش بلاش ليه؟ عشان الجو يبقى هوت، يبقى حر، والشمس ضرب الشمس يبقى وزوزة then is hot، الجو هناك بيبقى حر. طيب اختار، قلنا زي ما عايز على مين؟ على هوتيلز، خلصناه ولا بنعمل؟ زي ما عايز على هوتيلز، اهو السؤال بتاعه زي ما قلت لك، هوتيلز words which suit mean clothes that you wear to which suit معناها ايه؟ keep warm in the water, keep cool in summer, make you float خليك تطفو في الماء يعني make you sink توصل تحت الماء which suit ايوه makes you float خليك عايم في الماء زي العوامة which suit يعني عوامة جاي ده الحل بتاعك. أنا بقراها الأول باخد على فكرة عامة. يلا أسأل شوية نطلب فيها. يلا مرة تانية نطلع الإجابات من هنا. طبعا أنت كده هتصحى إن شاء الله. خد شوية لحوم تنور. كده قصتنا النهاردة أرجو نكون فيها اشتركنا. ما اشتركتش بس أنت لا دوس دلوقتي على الاشتراك. الكل الجرس. صارت منه جديد. عشان أشم الإنجليزي مش كده. إن شاء الله. برضه هنوصل الجارية نوصل للناس انتفع بيه عن طريق أول لايك وشير الفيديو. إيه محدش كسر ولا أسبوع. فيديو إن شاء الله هنوصل جديدة ومعجبين جديد برضه من لونج مان وورك بوك إلى آخره كلهم مع بعض خليكم معايا في أي حتة لو اللي مفيد إن شاء الله نميت أجين وشو ذا بيست أوف لايك.